مستر خالد سلة، مبروك طبعا على انجاز المنتخب. النهارده كان في مفترض انعقاد جمعية عمومية العادية للاتحاد، ما اكتملتش. حضرتك تفسر غياب الاعضاء ده بيه؟ والله ممكن تقول ان هي ثقه في المجلس، خصوصا بعد الانجاز اللي حصل في خلال اول سنه ان احنا نصعد كاس عالم بعد 20 سنه بفرقه شباب، فيمكن دي ادت للناس ثقه ان احنا يعني بنشتغل وكده. وممكن بعض الناس طبعا اعتذرت بالتليفون لظروف السفر وظروف الامنيه والكلام ده، فيعني اعتقد ان هي ثقه يعني، لان لو في اي حاجه للجمعيه العموميه بالذات ما يبقى في حاجه بيبقى بتجتمع وبتبقى بتناقش عشان تعرف لو في اي اخطاء هم شايفينها من وجهه نظرهم. لكن الحمد لله زي ما انت شفت يعني الناس حتى اللي جت جايه بتبارك وتهني، يعني البعض اللي جه بيقول لك انا جاي عشان اهني بس وبارك، لكن انا يعني كل ثقه فيكم. الحمد لله دي يعني تكمله للانتخابات السنه اللي فاتت ان تبقى الجمعيه العموميه كده، يعني ثقه عاليه جدا. انا بشكر جميع اعضاء الجمعيه العموميه عليها. طيب بالنسبه للمنتخب يعني الحمد لله صعد كاس عالم في اغسطس السنه الجايه ان شاء الله، من هنا لحد اغسطس اعداد المنتخب هيتوقف بين الكابتن عمرو بالخير المدير الفني ولجنه المنتخبات ولجنه المسابقات اللي هتذلل كل العقبات يعني هتفتح المساحه اللي هيطلبها عمرو بالخير عشان يعني يديله المساحه للمعسكرات بتاعته والبطولات اللي هو عايز يشارك فيها في خلال الموسم، لكن لسه ما قعدوش مع بعض، هيقعدوا مع بعض لسه ويعملوا خريطه الموسم كله ان شاء الله. طب كان في تعليق من بعض الاعضاء على موقف اللاعبين اللي هم تهربوا من المنتخب، يعني كان خايف ان في كان من بعض الاعضاء انهم يعرفوا مصير اللاعبين دول ايه؟ لا، مصير اللاعبين بعد مجلس الاداره، يعني هو بيتحقق معاهم دلوقتي، في اتحقق معاه في لسه، وبعد مجلس الاداره نقدر نقول لكل واحد ظروفه ايه، في حد كان عنده ظروف الله اعلم، يعني التحقيق ده عشان يبين بس الموقف بتاع اللاعبين. توفيق يا كابتن، ربنا يخليك، اشكرك.